المتابعون الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنتعلم فيه ازاي نعمل تأثير الرخام على الزجاج زي ما احنا شايفين كده. ده اللي هنشوفه مع بعض. يلا بينا نبدأ. في البداية احنا كل اللي هنحتاجه ان شاء الله السبراي الاسود والسبراي الابيض، ويمكن نحتاج الاصفر، جبت احتياطي، واللون الابيض ويلا بينا نبدأ. طبعا دي قطعة الزجاج اللي انا هشتغل عليها. يلا بينا نبدأ ونشوف ازاي هننفذ الرخام الاسود على الزجاج. طبعا انا في البدايه حابب اوضح ان الرسم على الزجاج فكرته ان انا برسم على الظهر اللي مش هيبقى مواجه للاحتكاك او التعامل او الميه او الكلام ده كله. يعني انا شغلي كله هيكون هنا على الناحيه دي، وهستعمل الزجاج من الناحيه التانيه، وهنفهم الفكره جايه ازاي. عشان كده انا هبدا اول شيء برسم بقى العروق اللي بتبقى موجوده اصلا في الرخام، اللي هي الشكل العشوائي جدا. مش عارف واضحه كده في التصوير ولا لا، شوف بس احاول اعمل خلفية غامقة عشان تظهر الرسم. دي قطعة الزجاج، وزي ما قلت هبدأ اعمل تأثيرات الرخام اللي هي برضو الموضوع مفتوح فيها عشوائي، ولكن انا دايما بحب اعملها بزاوية 45 كده. وطبعا بقى الالوان المستخدمة اي الوان متاحة عندك، دوكو، لاكيه، الوان اكريليك زي اللي انا شغال بيها، مفيش اي مشكلة، لان ما هيبقاش معاها تعامل، وهنفهم النقطة دي، لأن دي أهم حاجة في الموضوع بصراحة. إن أنت بتشتغل واخد راحتك جدا، تغسل بقى الإزاز، تمسحه وتحط عليه مية، مفيش أي مشكلة. عشان بس في أسئلة جات لي قبل كده على الموضوع ده، فإن شاء الله نحاول نحل الكلام ده كله النهاردة بإذن الله. فأنا ببدأ بالعرق اللي هيبقى ظاهر في شكل الرخام. اكتر حاجة هتبقى ظاهرة الخط الابيض ده، فهبدأ التعريق بالشكل ده كده. التشريح الابيض ده هو اكتر حاجة هتاخد مني وقت يعني، فده انا هخلصه. همشي هنا المقطع ونخلص الشغل اللي هو باللون الابيض، وبعد كده نبدأ نشوف نكمل الخطوات مع بعض. تمام كده تقريبا خلصت الابيض. طبعا انا كده تقريبا خلصت التشريح بالابيض، ممكن ادخل بجزء بسيط كده بالاصفر، مش هكتر قوي، في اماكن معينة بس. تشريحات بسيطة برضو، همشي مع نفس اتجاهات الخطوط. وزعت كده الاصفر اهو، مش عايز اكتر يعني، مش عايز اكتر اكتر من كده. انا ممكن بس بعتمد على الابيض والاسود، اللي هو الرخام الابيض بس اللي فيه تشريحة الاسود وتشريحة الابيض بس، ولكن اهي بس اضافة كده، ونشوف هتبقى شكلها ايه معانا في النهاية. انا بس المرة دي هجرب حاجة كده، اول مرة اعملها، يعني ان انا استخدم الورقة المقطعة بشكل عشوائي كده، واحاول اعمل جزء رش. هبدأ مثلا بالاصفر، مش كتير برضو، في اماكن معينة كده. نفس القصة هعمل برضو تأثيرات بالأبيض. أنا الطريقة دي يعني ما جربتهاش قبل كده، ولكن بنجرب مع بعض ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي معانا.
طيب انا كده وزعت الابيض وزعت الاصفر، هاجي بقى للخطوه الاخيره والنهائيه اللي هو اللون الاسود. هنا بقى في اللون الاسود انا هرشها كلها، هرش المساحه كلها باللون الاسود. انا بقول دلوقتي انا هرش المساحه كلها باللون الاسود. تمام كده يا جماعة، المساحة كلها كل اللي انا عملته انا غطيته باللون الاسود تماما. اصبر بس عليها دقايق ونقلب ونشوف النتيجة مع بعض. طيب نقلب بقى ونشوف النتيجة مع بعض ونجاوب على بعض التساؤلات اللي الناس سألت عنها في الفيديو اللي كان قبل كده. دلوقتي يا جماعة النتيجة زي ما احنا شايفين، طبعا في بعض المشاكل المفروض بقى انا اعمل حسابي بعد كده وانا شغال. اول حاجة الابيض كان كتير جدا، الخطوط كان المفروض تبقى انعم من كده، تمشي كده وما فيش فيها اي مشاكل، ولكن حسب الشيء اللي انت او نوع او شكل الرخامة اللي انت حابب تنفذها. الاصفر والابيض كان المفروض يقل شويه، ولكن نيجي هنا بقى ده الظهر اللي احنا ما فيش عليه اي الوان، يعني اشتغل هنا بصنفره، اعمل بكتر، اعمل اي حاجه، ده مش مأذي في اي حاجه. ده طبعا الازاز بيكون محطوط على طاوله او على مكتب او على اي حاجه، ده الجزء المستعمل منه ما فيش منه اي مشكله، لان انا كل شغلي كان على الظهر. الفكره كلها ان انا ببدأ اول ما ببدأ على الظهر ببدأ باللون الابيض، هو اكتر حاجة ظاهرة، وبعدين بدخل شوية اللون الاصفر، وبعدين في النهاية برش الاسبراي باللون الاسود. الطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة وقوية وعملية جدا، ده اهم حاجة فيها ان انا بشتغل على الظهر، فالوش مش مأذي عندي ولا هيأثر معايا في اي حاجة. ده كان فيديو اعادة الفيديو قبل كده عشان اوضح بعض الحاجات اللي الناس سألت فيها. اتمنى تكون فكرة الفيديو عجبكم، واستنونا فكرة جديدة وان شاء الله لما تتنفذ بعد كده تتنفذ بطريقة احسن من كده، ولكن احنا عرفنا الخطوات والطريقة، بترجع بقى كل واحد لخياله وكل واحد وطريقته في الشغل يقدر يبدع ويطور اكتر من كده بكتير. استنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.